بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف السادس الإعدادي فرعي العلمي والأدبي. أسعد الله أوقاتكم أعزائي ورمضان كريم عليكم إن شاء الله وعلى عوائلكم. أعزائي اليوم راح نتناول مواضيع من يونت 2 الوحدة الثانية، وطبعا هذه المواضيع موجودة بالأكتيفيتي بوك اكسرسايز بي بيج 30 صفحة 30 بالأكتيفيتي بالكراس تمرين بي، وكذلك بيج 43 43 تمرين جي. راح نتناولها من كل موضوع على حده، هنا اربع مواضيع اللي هي الاساليب، يعني الادفايس النصيحه السجستشن الاقتراح وهكذا. هذا المواضيع راح نتناول اول موضوع الادفايس. طبعا عزيزي قبل ما نبدا بالشرح اعزائي لازم نحفظ شنو، نحفظ الاسلوب شنو معناه وشنو قواعده. يعني من يطيني بين قوسين هنا يقول لي ادفايس او جيف ادفايس لازم اعرف شنو ادفايس، وما اتوهم هل هي طلب مؤدب او نصيحه او عرض، لا بد اعرف ادفايس معناتها نصيحه، واعرف ان قواعدها هي بالمثبت يو شود زائد فعل مجرد، بالمنفي يو شودنت زائد فعل مجرد، وبالكويستشن اذا اردت اسوي سؤال شود يو فاعل زائد فعل مجرد كويستشن مارك علامه الاستفهام. فاول شيء خلونا نتفق انه نحفظهم مسميات ومعناهن وقواعدهن. شلون اخليهن بعد ما اكمل اشرح لك ادفايس سجستشن افر بولايت ريكوست تجي تكتبهن كل واحد على حده وقواعدهن، تكتبهن الى ان تحفظهن يعني تكون واثق من عندهن ومسيطر عليهن. خلونا نبدا. الادفايس النصيحه ممكن اسويها بالمثبت اقول له يوشود من الافضل لك زائد فعل مجرد، او انصحه بعدم فعل الشيء اقول له يوشودنت وفعل مجرد، او اسويها بالكويستشن شود فاعل. طبعا الفاعل ويا شود يعني هو اليو شود يو لانه راح نصها تحكي وياه فشود يو زائد فعل مجرد كويستشن مارك. شلون تجينا بالامتحان؟ هذه الامثله هي وزاريه. نمبر 1 كيب يور باسبورت ان ا سيف بليس، احتفظ بجوازك في مكان امن. كيب احتفظ، اذا تلاحظون كيب ليف هنا ذني افعال، فمن تبدا بفعل انت فقط تكتب القاعده مال الاسلوب. يعني هسه قايل لك keep your passport in a safe place، احتفظ بجوازك في مكان امن، بس راح تقول له you should وتكمل الجمله you should keep your passport in a safe place، تكمل الجمله الى النهايه بس تخلي قبلها يوشد. نجي للجملة اللي بعدها leave keys in the floor put، ضع المفاتيح في الفلور put يعني السندان اللي تكون في الباب باب المنزل leave. ايضا بعدها leave اترك او ضع، هنا انا قايل لي give advice تبدا بفعل فقط راح اقول له you should، تريد تقول له اذا اتفقت وياه انه خلي لي اياها، تريد تقول له يو شودنت ليف لا تخليهن بهذا المكان كيفك، المهم تطبق القاعده يو شود ليف كيز مفاتيح ان وتكمل الجمله. اذا تلاحظون احنا اكتب فقط القاعده يو شود كتبت الجمله، يو شود كتبت الجمله، تريد تنفيها يو شودنت كيف، بس هنا بالمعنى يو شود هنا انا ممكن تنفيه ماكو مشكله. لاحظوا المثال هذا يور فريند، هنا باديه بضمير يور فريند صديقك، هنا معناها صديقك، هنا باديه بضمير مو فعل. هذا ان اكزام عنده امتحان تومورو، فهنا انت هذا سيتويشن حاله ما جاي من الوزاره، جاي من الوزاره ذني السهلات، بس هاي اعطيك اياها احيانا بعض المدرسين يجيبوها بالشهر. اذا بدت بيور بضمير طبعا موجوده عندكم بالخامس ايضا اذا تذكروها، اذا موجوده ضمير هنا اسم او تبدا بذا للتعريف، هنا لازم انت تسوي من عندك وتجيب فعل يناسب الجمله. هسه هنا قال لك صديقك عنده امتحان غدا، فراح تقول له عليك ان تدرس بجد يو شود ستدي هارد، ستدي هارد تقدر تسويها بالمنفي، هنا راح اكتبها راح اقول له يو شودنت ستاي لايت، لا تبقى متاخر بالنومه مالتك.
أو you should get up early. وهكذا تريد تنفيها تريد تسويها مفيدة. هذا ما يخص الأدفايس، وقلنا هذني المواضيع اللي قلنا هذني المثالين بالوزاري، مواضيع بسيطة جدا بس تكتب you should do. هاي نجي إلى suggestion. suggestion هو الاقتراح، راح المرة أنا أقترح فعل شيء. قواعدها هي let's، أي بمعنى let us نختصرها let's، هذا اختصار let's اللي هو ضمير المفعول به من we. اوكي let's بمعنى دعنا ان، فعل مجرد مثبتا. shall we فعل مجرد استفهاميه هل لنا معناتها. we could فعل مجرد مثبتا. هذان ثلاث قواعد هي للاقتراح. خلينا نشوف الامثله الوزاريه. meet قابل او التقي، او قابل او نتقابل. at 3 and the departure long، في الممر الرحيل او المغادره. suggestion الاقتراح، فانا هنا مجرد اكتب القاعده let's وانزلها small meet at 3 o'clock and the departure وتكمل جمله long. تقدر تخلي shall we meet وتكمل الجملة بس استفهامية. تقدر تقول we could meet آخر وهكذا، أي واحدة تستخدمها صحيحة. لاحظ باي أسابي أقدر أقول shall we meet وتكمل الجملة بس تخلي question mark، من تستخدم shall لأنه هذا auxiliary فعل مساعد، لازم تخلي علامة استفهام وفق القاعدة. إذا قال لك باي اشتري some magazines بعض المجلات before boarding the plane. suggest something اقترح شيء. تبدا بفعل buy، كل احنا نعرف buy بمعنى اشتري، فهنا راح اطبق القاعده، راح اقول له let's نزل small buy some magazine وتكمل الجمله. تقدر تقول له shall we buy some magazines وتخلي علامه استفهام، انت مخير. وهذا اللي وزاريات تشوفون شلون سهل، مجرد تحفظ الاسم شنو معناه وتطبق القاعده، ما في شيء، جدا بسيط. لاحظ الافر، موضوع ثالث الافر العرض. راح اسوي عرض، راح اعرض فعل شيء اللي هي shall I، بس تنتبه شغله واحده. الاقتراح shall we والعرض shall I، هذه خليها ببالك. shall I هل لي بمعنى هل لي أن فعل مجرد، كل فعل مجرد، هذا اليونت كله فعل مجرد. I'll يعني I shall معناته بس مختصرة. I'll I shall يعني إذا أريد أختصر I shall أختصرها بهالشكل I'll يعني I shall فعل مجرد. هذا استفهامية هاي مثبتة. Would you like to فعل مجرد استفهامية، هل ترغب بفعل الشيء؟ هل تود أن أفعل هذا الشيء؟ أو أقول would you like a عبارة اسمية، يعني إما عبارة like to، طبعا هنا ممكن تقول would you like me to، يعني هذا المي اوبشنال هنا. would you like me to تريد تقولها، تريد ما تقول هل تود مني أن أفعل، أو تقول هل تود أن أفعل، يعني ماكو مشكلة. وهنا would you like to أو would you like a عبارة اسمية مو فعل. خلونا ناخذ بين المثالين البسيطات اللي هن، هذا المثال هو متكرر بالوزاري. help كل احنا نعرف بمعنى ساعد. you with اساعدك، with your baggage بحمل امتعتك، بس طبق القاعده يا هي اللي تحب نزلها ما عدا هاي. راح نقول I'll نزل small h help you with your baggage. تقدر تقول shall I help you، ماكو مشكله بالكويستشن shall I help you، بس نخلي عافيه نخلي question mark. نشوف هذا المثال ما جاي بالوزاري، بس قلت لك يعني انا اعطيك يعني كل الطرق. the ان التعريف يعني مو فعل. the weather الجو is hot in the class، الجو حار بالكلاس. offer something اعرف شيء، طبق القاعده اول مره راح تقول shall I الجو حار مثلا
open the air condition. Okay. هذا اقتراح. Shall I open the door, the window? كيفك؟ هذا هاي صعبة عليك. Shall I open the windows? بس هنا شو نخلي؟ Question mark. لازم نخلي علامة استفهام. أعزائي هذا ما يتعلق بمن بالأدفايس والسجستشن والأفر. إذا تجون وياي قبل ما أشرح البولايت ريكوست تجون وياي صفحة 30 بالأكتيفيتي كراس تمرين بي. يقول لك make sentences اجعل هذه الجمل giving advice أعطي نصيحة and making request أي طلب مؤدب هسه راح ناخذه suggestions اقتراحات and offers وعروض. Use the phrases in the box. استخدم هذه العبارات. لاحظ give me your password. هو حال لك اياها. Can you give me your password please? هذا البولايت ريكوست هسه راح اشرحها. الجملة الثانية help you with your baggage. احنا اخذناها help you with your baggage هذه اللي هي offer حليناها. اللي بعدها keep your password in a safe place بالادفايس اللي هي هاي وحليناها ايضا you should. اللي بعدها see your ticket هسه راح ناخذها هاي بولايت ريكوست could you او may I see ونحلها may I see بتصير could you. Go to the shop before the plane leaves هذا suggestion راح نخلي let's go او shall we go او we could go ونكمل الجملة اقتراح تنحل. والأخيرة take a taxi to the airport أيضا هذه suggestion اقتراح نقدر نقول let's take a taxi to the airport أو shall we take a taxi to the airport أو we could take a taxi to the airport. خلونا نروح للسبورة الثانية حتى ناخذ الـ polite request وموضوع سهل إن شاء الله. يلا أعزائي وصلنا للموضوع الرابع او الاسلوب الرابع اللي هو البولايت ريكوست الطلب المؤدب. ب احنا اربعه احنا سويتهم انا سويتهم اثنين حتى اسهلها عليكم. would او could او can يجي بعدهم يو يعني would you could you can you وراهم فعل مجرد. please هذه اضافيه يعني تريد تكتبها تريد ما تكتبها بس اجيب القلم يعني تريد اوبشنال نسميها اختياريه خليها بين قوسين تريد تكتبها او تريد ما تكتبها. Would you like فعل مجرد هنا فعل مجرد لا تنسون هذا استفهام طلب هذا يعني سؤال. اما المي اي هنا معناته هل لك هنا هل لي لانه الفاعل هنا يختلف وهي المي اي وايضا فعل مجرد وبليس اوبشنال وكويستشن مارك هذا نسميه polite request الطلب المؤدب. خلونا ناخذ هذه الامثله. Give me هسا انا حكيت اعطني هذا فعل امر احنا راح نسوي طلب مؤدب افضل راح يكون اسهل واكثر تادبا. Your passport polite request راح تستخدم راح تقول can you تنزل شوف هنا سمول نزله give me your passport خلي شنو لا تنسى علامة الاستفهام. تريد تقول could you give me صحيحة. تريد تقول would you give me صحيحة. may I مترهم وياها may I give me مترهم لأنه أنت بدك تحكي. show me لا أنت من تريد مين راح تستخدم آم. أيضا هنا المنطوق polite request نفس المنطوق راح أقول هل لي may I show your passport هذه واحدة أو أحلها لكم بالأسهل خلي المين لاحظ الجملة كاملة هنا أنا ما عندي مشكلة بها ما بيها تغيير لاحظ show me تظهر لي your passport راح أقول له could you هل لك أن تظهر لي show me وتكمل الجملة your passport ونخلي علامة استفهام لو لانه لو قلت may I see your passport راح اغير بيها فانا ما اريد اغير لانه يصير الراك حد الطالب يعني may I see your passport هو هذه راسا راح يصير could you show me بس تطبق القاعده can you show me او would you show me ماكو مشكله. see your tickets ارى بطاقاتك تذاكرك polite request لاحظ هنا ممكن راح تقول may I هل لي ان see your tickets
إذا قلت can you see ما ترهم can you see your tickets لا can you show me your tickets فتصير صعبة فأنت احفظها see بدون مفعول به بدون me رأسا نقول may I see هل لي أن أرى ما تحتاج مفعول به هذا من الأمثلة شوفوهن أخذتها من صفحة 43 تمرين جي طريقة المالتيبل تشويس الاختيار خلونا نشوف شو راح اختار مطين could you let you tell me how to get to the mall اذا تلاحظون هنا question استفهامية اذا هذا يا موضوع هذا موضوع polite request راح اختار هاي لانه let ما تجيني استفهامية ومو اقتراح ورا let يجيني let's مختصر زين shall could we stop for lunch لاحظوا استفهامية زين could you shall اثنين استفهامية بس ايش عندك هنا we اذا هذا suggestion اقتراح shall we اقتراح That's a good idea. إنها فكرة جيدة. That's a good idea. Let's would get some food. الود استفهامية تجيب البلايت روكست. إذن شنو هذا؟ اقتراح. Let's. أعزائي هذا ما يخص هذه المواضيع الأربعة اللي هي قلنا صفحة 30 صفحة 43 لأربع أساليب اللي هي advice and suggestion, offer and polite request. أتمنى استفاديتم من هذه المحاضرة. أتمنى لكم كل التوفيق. في أمان الله.